بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، اسمحوا لي النهاردة ناخد مع بعض تاني جزء من محاضرتنا اللي هي محاضرة المايكرو تكنيكس التانية. وزي ما قلنا قبل كده إن كلمة مايكرو تكنيكس معناها الطرق اللي أنا بحضر بيها العينة بتاعتي سواء الأنسجة أو الخلايا عشان أقدر أشوفها تحت الميكروسكوب. نفتكر مع بعض في المحاضرة الأولانية المايكرو تكنيك أخدنا فيها إيه؟ أخدنا فيها تعريف المايكرو تكنيك، أخدنا الهدف من عملية المايكرو تكنيك ده، أخدنا الطرق اللي بنحضر بيها العينة، وأخدنا إيه طرق الصبغة بتاعة العينة. النهاردة إيه الجديد اللي هناخده؟ هناخد النهاردة إيه هي التركيبات اللي بتبقى موجودة جوه الأنسجة أو الخلايا وبتفقد أثناء تحضير العينة بالبارافين وصبغها بالتشانديئيل. هنعرف مع بعض ايه هي التركيبات اللي بتتصبغ بالهيماتوكسين والايوسين. هنعرف كمان ايه هي التركيبات اللي هتتصبغ بصبغه هتتكرر معانا اكتر من مره وبتتسالوا فيها اللي اسمها البريودك اسيد شيف. هاتجي اول حاجه مع بعض بالتركيبات اللي بتفقد اثناء تحضير العينه بطريقه البارافين وصبغها بالاتش ان دي، لان خلي بالكم الحاجات دي هتيجي في المنهج. هقول لكم ساعتها ايه، بصوا دي شكلها ابيض ليه، عشان اللي فيها فقد نتيجه لتحضير العينه ايه بالبارافين وصبغها بالاتش ان دي. عندنا كذا حاجه، اشهر حاجه النيوترال ليبيد، الدهون المتعادله. وخليني اقول لك ان الدهون دي بتفقد اثناء تحضير العينه بالبارافين في انهي خطوه؟ في خطوه استخدام المذيبات العضويه اللي هو اثناء استخدام الكحول اللي استخدمناه في الدي هايدريشن لو تفتكروا، ها، والزايلين اللي استخدمناه في خطوه ايه الكليرنج. فاللي بيحصل ان الدهون بتدوب بايه؟ بالالكهول والزايلين. فنتيجه كده بتسيب مكانها ايه؟ فراغ ابيض زي ما انت شايف. ايه الصوره اللي قدامي ده؟ الصوره دي عباره عن خلايا دهنيه فات سيلز، وادي حتى النواه بتاعتها. تعال بص كده على السيتوبلازم بتاع الخلايا الدهنيه تلاقي ايه؟ ابيض ابيض. هو ابيض ليه؟ لان هو كان جواه فيه نيوترال ليبيد، دهون متعادله، ودابت اثناء تحضير العينه بالبارافين ايه وصبغها بالاتش ان دي. طيب عشان احافظ على الدهون دي اعمل ايه؟ ما قدامكش غير ان انت تعمل حاجه اسمها اخدناها ايه الفريزنج ميثود. الفريزنج ميثود، وزي ما قلنا الفريزنج ميثود ده انا بعمل بيه ايه؟ بعمل ايه؟ بحضر العينه بتاعتي ازاي؟ ان انا باخد العينه بتاعتي اللي فيها الدهون واقوم جاي حطاها في سائل درجه حرارته ايه واطيه، وابدا ايه اقطعها ايه بجهاز اسمه كرايوستات، واقوم جاي على طول ايه صبغاها. فبالطريقه دي لا عملت دي هايدريشن، شلت الميه بالكحول، ولا عملت كليرنج بالزيلين. طب ايه الصبغات اللي هستخدمها عشان اشوف النيوترال ليبيد؟ عندنا كذا صبغه على سبيل المثال وليس الحصر، اللي هي ايه؟ اللي هي اول حاجه حاجه اسمها الاوزميوم تيتروكسايد. وخلي بالك الاوزميوم تيتروكسايد دي هتصبغ لي ايه الدهون اهي باللون ايه الاسود، والاوزميوم تيتروكسايد دي بتتكرر معانا كتير. يعني هنيجي ناخدها لما ناخد الالكترون مايكروسكوب، هنلاقي ان الصبغه اللي نصبغ بيها العينه اللي هتتشاف بالالكترون مايكروسكوب بصبغها بالاوزمان تتروكسايد. هناخدها لما نيجي ناخد السيل ميمبرين او غشاء الخليه اللي بيتكون من فوسفوليبيد، فوسفوليبيد دهون، فعشان كده بصبغه بالاوزمان تتروكسايد. كمان في صبغه اسمها السودان بلاك، والسودان بلاك دي برضو بتصبغ لك الايه؟ الدهون باللون الاسود. وفي صبغه تانية اسمها الاويل ريد، الاويل ريد اللي انت شايفها دي اللي صبغه لك الدهون باللون ايه الاحمر. وفي صبغه تانية اسمها سودان 3 بتصبغ لك الليبيد برضو باللون الاورنج البرتقاني وهكذا. تاني حاجه عندنا بتفقد اثناء برضو تحضير العينه بالبارافين ميثود وصبغها بالاتش ان دي، الجلايكوجين. الجلايكوجين والجلايكوجين ده عباره عن مخزون الكربوهيدرات جوه الجسم، يعني الكربوهيدرات بيتخزن جوه خلايا الجسم على هيئه جلايكوجين. لما تحتاج الجسم الطاقة يجي الجلايكوجين ده يتكسر لجلوكوز يروح عن طريق البلد الدم للجزء اللي محتاج طاقة. والسبب ان هو بيفقد ان هو بيدوب نتيجة لاستخدام مثبتات فيها مية بقول عليها اكواس فيكستيف زي الفورمالين، الفورمالين داخل في تركيبه مية. فنتيجة كده الجلايكوجين ده كربوهيدريت، على الرغم ان هو ذوبانه في الميه بيبقى ضعيف، لكن ايه بيفقد اثناء تحضير العينه. فبتلاقي ان الخلايا اللي جواها جلايكوجين ظهر جواها ايه كان السيتوبلازم ابيض، نتيجه لايه؟ لفقد الجلايكوجين اللي كان موجود، نتيجه ان هو داب. فبالتالي حاجه بسيطه قوي،
عشان احفظ الجلايكوجين ده اللي هو موجود جوه الخلايا بتاعتي هستخدم ايه؟ مثبتات ما فيهاش، مش داخل فيها ميه، زي حاجه كده اسمها بوان، مش مشكله تعرفوها قوي، بس المهم انها مش داخل فيها ايه؟ ميه، بقول عليها نون ايكوس فيكستيف. وبعد كده اجي اصبغها بايه؟ بحاجه اسمها بيست سكارمين، ده مخصص عشان الجلايكوجين، بيصبغ لي الخلايا بتاعتي ها بلون ايه؟ بقول عليه كده شيري ريد، يعني احمر كده مزهزه. يعني المنظر قدامي دي عباره عن ايه؟ ده مقطع في الليفر في الكبد، ده عباره عن نوع من انواع الفيسل او الاوعيه في الكبد اللي موجوده، والحاجات اللي انت شايفها المدوره دي عباره عن خلايا الليفر. فين الجلايكوجين في القصه دي كلها؟ الجلايكوجين الحاجه اللي مالية لي السيتوبلازم ها، واللي مخليه لي لون ايه؟ لون السيتوبلازم بتاعي الشيري ريد اللي هو اللون الاحمر المزهزه. برضو ممكن اصبغ الجلايكوجين بصبغه اسمها بيريوديك اسيد شيف، واختصارها بي اي اس. والبريوديك اسيد شيب دي حاجه مش خاصه بالجلايكوجين، لا دي حاجه بتصبغ لك اي حاجه داخل فيها كربوهيدرات، يعني اي حاجه بتبقى جلايكوزيليتد ها او فيها كربوهيدرات يقدر ان هو البريوديك اسيد شيب يصبغها. يصبغها بلون ايه؟ ادي خلايا فيها جلايكوجين، بيصبغها بلون ايه اللي هو بنقول عليه الاحمر القاتم، الماجنتا ريد، احمر قاتم. تالت حاجة عندي بتفقد برضو أثناء تحضير العينة بطريقة البارافين وصبغها بالاتش اند اي، الاكسترا سيلولار ماتريكس في الكونكتيف تيشو. يعني ايه؟ يعني النسيج الضام ده لما هنيجي ناخده هناخد ان هو بيتكون من ماتريكس مصفوفة أرضية، الأرضية دي بتيجي تتصفى عليها الخلايا، فالأرضية دي بتفقد أثناء تحضير العينة بالبارافين وصبغها بالاتش اند اي. وده ليه؟ عشان خاطر ايه؟ لان برضو اثناء الفيكسيشن بنستخدم برضو ايكواس فيكسد، يعني بتستخدم مثبتات للعينه ها مالها داخل فيها ميه، داخل فيها ميه. فنتيجه لكده الاكسترا سيلولار ماتريكس ده شباب ها بيبقى هايلي جلايكوزيليتد. يعني ايه هايلي جلايكوزيليتد؟ يعني بيبقى فيها كربوهيدراتس كتيره، فنتيجه لكده ان هو بيجي ها بيبقى هايلي سوليبل ان ووتر، بيدوب في الميه، فعشان كده ما بيبانش. فعشان اقدر ان انا اشوفه بوضوح بعمل ايه؟ باجي بضيف حاجات معينه، عوامل معينه للفيكستيف بتاعي، بحيث ها ان الفيكستيف ده ما يجيش ويقوم ايه مدوب لي الاكسترا سيلولار ماتريكس ده، يحافظ عليه، يحافظ عليه. فانتوا واخدين بالكم من حاجه؟ ان الفيكستيف ده اللي احنا كنا بنقول عليه في المايكرو تكنيكس بستخدمه عشان احافظ على تركيب التيشو زي ما هو او النسيج بتاعي زي ما هو ما بيحافظش على كل حاجه، لا هو بيحافظ على التركيب العام، لكن في حاجات بتفقد ايه اثناء استخدام هذا الفيكستيف. واخر حاجه عندي الحاجه اللي اسمها نيوترال نيوسين، اللي هي برضو بتفقد اثناء تحضير العينه بالبارافين وصبغها بالاتش ان دي. ايه نيوترال نيوسين ده؟ ده عبارة عن اللي هو البروتين اللي هو المتعادل اللي هو بيعمل لي الميوكس او المخاط، لان احنا زي ما هنشوف ان انا في عندي خلايا بتفرز مخاط، زي مثلا الخلايا المبطنة للجهاز التنفسي، زي الخلايا المبطنة للامعاء بتاعتنا، فالخلايا دي بتفرز ايه؟ مخاط، والمخاط ده له وظائف مهمة جدا جدا هندرسها لما نيجي ناخد هذه الاجزاء. فالمخاط ده بيجي برضو بيدوب اثناء ايه؟ اثناء خطوه الفيكسيشن، نتيجه برضو الايه؟ نتيجه لاستخدام الايكواس فيكستيف، الفيكستيف اللي داخل فيها ميه. فالميوسين ده بيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن هايلي جلايكوزيليتد بروتين، يعني بروتين بيبقى فيه ايه؟ كربوهيدراتس بنسبه عاليه، فنتيجه لكده ايه اللي بيحصل؟ بيبقى هايلي سوليبل ان ووتر، بيدوب في الميه، وبما ان الفيكستيف المثبت فيه ميه فبرضه ايه بيدوب اثناء الايه التحضير. فالحل بتاعي برضه ان انا اعمل ايه؟ استخدم نون ايكواس فيكستيف، فيكستيف مش داخل في تركيبه ميه زي برضه البوان، وارجع بعد كده اصبغه. وفي الواقع انا عندي فيه صبغات كتيره قوي قوي، منها على سبيل المثال وليس الحصر برضه الصبغه اللي اسمها البريودك اسيد شيف اللي انا صبغت بيها ايه؟ ها صبغت بيها الجلايكوجين، لان انا زي ما قلت لكم البريودك اسيد شيف دي يا شباب ما هياش حاجه خاصه بايه؟ بالجلايكوجين، لا دي حاجه خاصه باي حاجه فيها كربوهيدرات. وبما ان الميوكس ده كربوهيدرات او الميوسين، فهيصبغ لي الخلايا بتاعتي اللي جواها الميوكس او الميوسين ده بايه؟ باللون برضه اللي هو الماجنتا ريد او الاحمر القاتم. يبقى اخدت بالكم من حاجه؟ ان استخدام الفيكستيف اللي بيبقى فيه ميه ها بيعمل ايه؟ بيدوب الحاجات اللي داخل فيها كربوهيدرات زي الجلايكوجين، زي المصفوفه بتاعت الكونكتيف تيشو، وزي ايه؟ النيوترال ميوسين.
وخلي بالك ان مش كل الميوسين بيبقى متعادل، في منه اسيدك حمضي، في منه الكالين قاعدي، لكن النوع اللي احنا بندرسه دلوقتي اللي هو النوع اللي بيتصبغ بالبريودك اسيد شيف اللي هو المتعادل، لان الانواع التانية هي برضو بتدوب اثناء التحضير لكن بيبقى ليها صبغات تانية، لكن النوع اللي انا دلوقتي عايزاه اشرحه اللي هو البريودك اسيد شيف او النوع اللي بيتصبغ بالبريودك اسيد شيف، عشان ايه؟ عشان دي صبغة بتبقى ايه؟ بتبقى معروفة، ويهمني ان انتوا تعرفوها عشان تتكرر معانا كتير في المنهج. اتفقنا يا شباب؟ طيب عايزين نعرف بقى الصبغات بتاعتي اللي هي الهيماتوكسلين واليوسين، مين بالظبط التركيبات اللي جوه الخلية اللي هي بتصبغ بالهيماتوكسلين واليوسين؟ خلينا نيجي اول حاجة بالجزء من الصبغة اللي هو الهيماتوكسلين اللي لونه فايلوت او ايه او بنفسجي. خليني اقول لك ان الهيماتوكسلين ده عبارة عن الجزء القاعدي من الصبغة اللي بيقول عليه البيزك ستين، والجزء القاعدي ده بيبقى عليه شحنة بتبقى موجبة، علشان كده بيتحد مع اي حاجة جوه الخلية او اي مركب في النسيج بيكون ايه عليه شحنة سالبة اللي بقول عليه انايون. انايون معناها ان عليه شحنة سالبة، يبقى اذا الصبغة اللي عليها شحنة موجبة هتتحد مع الحاجة اللي في الخلية او في النسيج اللي عليها شحنة ايه سالبة. زي ايه الحاجة اللي بتبقى عليها شحنة سالبة؟ زي مثلا مجموعة الفوسفيت اللي بتبقى موجودة في الاحماض النووية النيوكليك اسيد، والنيوكليك اسيد دي موجوده فين؟ موجوده جوه النواه اللي هي بيبقى اسمها ايه؟ الكروماتين، اللي هي بتتكون من دي ان ايه. عشان كده اي نواه في الدنيا بيبقى لونها ايه؟ فايلوت، لانها بتاخد صبغه الهيماتوكسلين. الفوسفيت جروب بتبقى موجوده جوه النيوكليولس، النيوكليولس دي اللي هي النواية اللي موجوده جوه النيوكليس، واللي بيبقى فيها دي ان ايه، وبيبقى فيها حاجه اسمها الار ار ان ايه. ايه الار ار ان ايه ده؟ عباره عن الريبوزومال رايبونيوكليك اسيد اللي هو بيدخل في تكوين الريبوزوم. فعشان كده اي نيوكليولس برضو بيبقى لونها ايه؟ فايلوت، انها بتتصبغ بالهيماتوكسلين. كمان الفوسفيت جروب بتبقى موجوده فين؟ او بتبقى موجوده على الريبوزومات، لان الريبوزومات دي يا شباب بتتكون من الار ار ان ايه اللي هو الريبوزومال ار ان ايه. ها، فاذا اي خليه هيبقى فيه جواها ريبوزومات كتيره هتتصبغ ايه؟ باللون الفايلوت. طيب الشحنه السالبه دي بتبقى موجوده فين برضو؟ بتبقى موجوده بقى على السلفيت جروب، اللي هو بيبقى موجود فين السلفيت جروب ده؟ على المصفوفة بتاعة النسيج الضام، النسيج الضام اللي احنا لسه واخدينها من شوية بيبقى عليها سلفيت جروب، بتبقى هايلي سلفيتد، فعشان كده السلفيت ده بيبقى عليه شحنة سالبة، فبياخد ايه؟ بياخد البيزك ستين اللي هي الهيماتوكسلين، وتتصبغ المصبوغة باللون ايه؟ الفايلوت. عشان كده يا شباب احنا لما خدنا وقلنا ان المصفوفه بتاعه النسيج الضام دي بتفقد اثناء تحضير العينه بالبارافين، ها، عشان نتيجه لاستخدام الايكوس سوليوشن او الايكوس فيكستيف اللي هو الفيكستيف المائي، فعشان كده لو جبنا الفيكستيف المائي ده ومسكناه وعالجناه بمواد معينه، ها، ففي الحاله دي بقدر احافظ على المصفوفه بتاعتي وبتظهر باللون الفايلوت. كمان الشحنة السالبة دي بتبقى موجودة على الكربوكسيل جروبس بتاعة البروتين، اللي هو أي بروتين بيبقى فيه إيه؟ بيبقى فيه الـ OH جروب. تاني جزء من الصبغة عندي اللي هو عبارة عن اليوسين اللي بيبقى لونه بينك بامبي، وده عبارة عن إيه؟ الجزء الحمضي من الصبغة أسيدك ستين، وبيبقى عليه شحنة سالبة نيجاتيف تشارج، فعشان كده بيتفاعل مع اي حاجه في النسيج بتاعي عليها شحنه موجبه اللي بتقول عليها الكاتايون. كاتايون، طيب ايه يا ترى اللي عندي في النسيج او في الخليه بيبقى عليه شحنه موجبه؟ اول حاجه يا جماعه اللي هي الخيوط اللي بقى موجوده جوه السيتوبلازم بتاع الخليه، زي مثلا ايه؟ زي الاكتين والمايوسين اللي بيبقوا موجودين جوه الماسل سيل خلايا العضلات. الاكتين والمايوسين دول يا شباب عباره عن ايه؟ بروتين، واي بروتين بيتكون من امينو اسيد اللي هي الاحماض الامينيه، والاحماض الامينيه دي يا شباب زي ما هتاخدوا في البايو بتبقى يا اما اسيدك حمضيه يا بيزك قاعديه يا ايه نيوترال متعادله،
فخليني اقول لك ان معظم الامينو اسيد اللي في جسمك بتبقى بيزك، بتبقى قاعديه، ومنها الاكتين والمايوسين. عشان كده بما انها قاعديه بيبقى عليها شحنه موجبه، فبتتفاعل مع مين؟ مع الايوسين اللي عليه شحنه سالبه، فاي اكتين ومايوسين في الدنيا بيتصبغوا باللون ايه؟ البامبي. فعشان كده دايما خلايا العضلات بتظهر باللون البامبي نتيجه لصبغه الاكتين والمايوسين. تاني حاجة برضو بتبقى موجودة في الأنسجة وبتبقى عليها شحنة موجبة، اللي هي عبارة عن الفايبرز، الألياف اللي بتبقى موجودة في النسيج الضام. زي مين أشهر حاجة؟ نوع من أنواع الألياف هناخده كتير اسمه الكولاجين تايب 1. كولاجين تايب 1 اللي هي ألياف الكولاجين، واللي منها 20 نوع، وأشهر نوع منها اللي هو التايب 1. ها، والتايب 1 ده بيتصبغ باللون ايه؟ البامبي، نتيجة ان هو عبارة عن بروتين بيتكون من امينو اسيد نوعها بيزك زي معظم الامينو اسيد في جسمك، فبيبقى عليها شحنة موجبة، فبتاخد الاسيتك ستين وتتصبغ باللون البامبي. فقاعدة اي نسيج في جسمك جواه النوع الاول من الكولاجين دايما بيبقى لونه ايه؟ بامبي. طيب ايه تاني بيتصبغ باللون البامبي؟ الانتراسيلولار ميمبرينس كومبوننت. يعني ايه الكلمة دي؟ يعني انا عندي في جوه الخليه يا جماعه، زي ما هناخد مجموعه من الاورجانيلز اللي هي عضيات الخليه، الاورجانيلز دي في عدد كبير منها بيبقى محوط بغشاء بقول عليه ميمبرينس اورجانيل، ليها غشاء. الغشاء ده زي ما هنيجي ندرس بعد كده ان الغشاء بتاع الخليه او الغشاء اللي محوط الاورجانيلز اللي جوه الخليه بيتكون من بروتينات، والبروتينات دي يا جماعه بتتكون من امينو اسيد، والامينو اسيد زي ما قلنا معظم الامينو اسيد في جسمنا ايه؟ بيزك. برافو عليكم. فاذا البيزك امينو اسيد هتاخد انهي صبغه؟ هتاخد الصبغه اللي هي النيجاتيف تشارج اللي عليها شحنه سالبه. فاذا اي غشاء محوط الخليه او محوط اي عضيات جوه الخليه بيبقى ايه؟ بيتصبغ باللون البينك، بيتصبغ باللون ايه؟ البينك. دي قاعده عندنا، غشاء الخليه او اي غشاء جوه الخليه بتاع اي عضيات بيبقى ايه؟ بيتكون من امينو اسيد، بتبقى بيزك، ها، قاعديه عليها شحنه موجبه، فبتاخد الشحنه السالبه بتاعه الصبغه فتتفاعل مع اليوسين. مش كده وبس، كمان اللي بيبقى عليه شحنه موجبه الانسبيشاليزد سيتوبلازم. يعني ايه كلمه انسبيشاليزد سيتوبلازم؟ انسبيشاليزد يعني سيتوبلازم غير متخصص في وظيفه معينه. بمعنى ايه؟ ان احنا زي ما هندرس بعد كده ان انا في عندي سيتوبلازم بتاع خليه متخصص في انه ينتج بروتين، فعشان كده بتلاقي جوه السيتوبلازم في ايه؟ بتلاقي فيه رايبوزومات كتيره، فعشان كده بتلاقي ان السيتوبلازم ده بيبقى يتصبغ باللون ايه يا جماعه؟ باللون الفايلت. لكن لو السيتوبلازم بتاعي ده متخصص في انتاج الدهون، فهتلاقي ان جوه السيتوبلازم ده هيبقى فيه اتنين من العضيات المهمة قوي، واحدة اللي هي الميتوكوندريا، وواحدة اسمها السموث اندوبلازميك ريتيكولم أو الشبكة الاندوبلازمية الملساء. الاتنين العضيات دول بيبقوا متحوطين بأغشية كتيرة، فزي ما قلنا إن الغشاء اللي محوط أي عضيات ماله بيتكون من بروتينات، بتتكون من أمينو أسيد نوعها بيزي قاعدية، فعشان كده بتتحد مع الإيوسين ستين وبتتصبغ باللون البامبي. فبالتالي انا هنا عندي في الان سبيشاليزد سيتوبلازم ايه؟ انا دلوقتي لا عندي فيه رايبوزومات كتيره بحيث ان هي تصبغ لي السيتوبلازم بالفايلوت، ولا عندي فيها عندي ايه؟ ولا عندي فيه عضيات اللي هي كتيره اللي هي ايه؟ متخصصه في انتاج الدهون واللي هي بتصبغ لي السيتوبلازم باللون البينك. فاذا طالما في تساوي في العضيات الاثنين، النتيجه النهائيه لون السيتوبلازم هيبقى ايه؟ السيتوبلازم هياخد لون ايه؟ هياخد اللون بتاع الاغشيه المحوطه الاورجانيلز اللي موجوده، كل الايه؟ الميمبرنس اورجانيلز اللي موجوده، كل الاورجانيلز العضيات اللي جوه بيبقى ايه؟ كتير منها عليها اغشيه. فاذا اللون بتاعي بتاع السيتوبلازم النهائي هينتج ايه؟ هيبقى لون بينك، بس بينك فاتح، فاتح، فاتح ليه؟ لان السيتوبلازم بتاعي غير متخصص لا في انتاج البروتين ولا الدهون، لان لو بروتين هيبقى ايه؟ هيبقى فايلوت،
لو دهون هيبقى بينك بس بينك غامق، لكن هنا عندي لا هيبقى فايلوت ولا هيبقى بينك غامق، هيبقى البينك الفاتح، البامبي الفاتح نتيجة لإيه؟ إن هو سيتوبلازم غير إيه متخصص. النتيجة النهائية لون السيتوبلازم ظهرت نتيجة لإيه؟ للون الأغشية اللي محوطالي الأورجانيلز اللي جوه إيه؟ اللي جوه الخلية. آدي عندنا مثال لخلية. الخلية دي لما هنيجي نبص عليها هنلاقي السيتوبلازم بتاعها بيبقى ايه؟ لونه بامبي فاتح. ليه؟ لان احنا زي ما شايفين جواها في مجموعة من العضيات. العضيات دي لما هنيجي ندرس بعد كده هنعرف ان هي دي عضيات موجودة في اي خلية، يعني ما فيهاش العضيات الكتيرة اللي بتصنع البروتين زي الريبوزوم، ما فيهاش العضيات الكتيرة زي الميتوكوندريا والشبكة الاندوبلازمية الملساء اللي بتصنع الدهون، فيها كل الاورجانيلز بايه بكمية متساوية. فعشان كده الناتج النهائي للسيتوبلازم ظهر باللون البينك الفاتح اللي انت شايفه ده نتيجة لايه؟ لان الصبغة اللي هي اليوسين جت صبغت لك ايه؟ الاغشية اللي محوطالك العضيات اللي موجودة، واللي قلنا ان هي ايه زي ما قلنا الامينو اسيد بتاعها بيبقى ايه؟ بيبقى بيزك، عشان كده بتاخد اليوسين ستين. اتفقنا يا شباب؟ ونروح لتاني صبغه عندنا هتتذكر معانا كتير اللي هي البريودك اسيد شيف. وزي ما قلت لكم ان الصبغه دي متخصصه في انها تصبغ اي كربوهيدرات، ها؟ او كرب او المزيئات الغنيه بايه؟ بالكربوهيدرات. زي ايه؟ زي ما قلنا زي الجلايكوجين. زي مين؟ ها؟ زي الخلايا اللي بتحتوي على ايه؟ مخاط. زي البيزمت ميمبرين. ايه البيزمت ميمبرين ده يا شباب؟ اللي هو عباره عن القاعده اللي بتقعد عليها ايه؟ الخلايا بتاعت الابيثيليا بتاعت النسيج الطلائي، وده لان البيزمت ميمبرين داخل في تركيبه جلايكوبروتين، يعني بروتين معاه كربوهيدرات. زي الريتيكولار فايبرز. ايه الريتيكولار فايبرز ده؟ الريتيكولار فايبرز ده عباره عن يا شباب نوع من انواع الكولاجين، لكن كولاجين رقم ثلاثه، رقم ثلاثه مش كولاجين رقم واحد. فبين ايه هو كولاجين رقم ثلاثه؟ فهو ايه مختلف عن تركيب كولاجين رقم واحد، مختلف في ايه؟ ان هو هنا عنده كمان كربوهيدرات، عنده كربوهيدرات. عشان كده يا شباب الريتيكولار فايبرز دي ما بتتصبغش بالاتش ان دي، ما بتبانش زي كولاجين تايب 1، لازم تتصبغ بصبغه مخصوصه ليها، منها الصبغه اللي خدناها المره اللي فاتت اللي اسمها السيلفر ستين، وصبغه تانية اللي هي البريودك اسيد شيف. وهنا صبغت لي الريتيكولار فايبرز ليه؟ لان هي بتصبغ اي حاجه فيها كربوهيدرات، والريتيكولار فايبرز فيها كربوهيدرات. وزي ما قلنا اللون النهائي عندي هيبقى لون ايه؟ ماجنتا ريد او الاحمر القاتم. من هنا نروح على السؤال بتاعنا واشوفكم ازاي هتفكروا. ولو قال لك how to compare between the liver cells of the fasting and non-fasting animals، بمعنى لو عندك خلايا بتاعت حيوان، خلايا دي متاخده من الليفر من الكبد، ازاي تفرق ما بين هل الحيوان ده صايم ولا مش صايم، يعني فاستنج صايم ولا نون فاستنج مش صايم؟ فكرك هتفرق ازاي ما بين ها الخلايا بتاعت الاتنين دول؟ ازاي تعرف؟ ها فكر ازاي. بساطه شديده، عن طريق ان انا اجيب خلايا الليفر واصبغها بالبريودك اسيد شيف او البيست كارمين. ليه؟ لان خلايا الليفر دي يا شباب بتبقى مليانه على عينها، على عينها بايه؟ بالجلايكوجين. الجلايكوجين ده اللي هو عباره عن ايه؟ اللي هو عباره عن مخزن بتاع الكربوهيدرات جوه ايه؟ جوه الخلايا بتاعت جسمك. يعني دلوقتي الكربوهيدرات بتاعك بيتخزن في خلايا جسمك، خاصه خلايا الليفر والمسل على هيئه ايه؟ جلايكوجين. ليه يتخزن؟ عشان يبقى مصدر للطاقه لما الجسم يحتاجها. فعلشان تعرف هل هذا الحيوان صايم ولا مش صايم، هتجيب خلايا الليفر وتصبغها بالبريوتيك اسيد شيف او البيست كارمين. ليه؟ عشان تشوف الجلايكوجين اللي موجود جوه الخلايا. فبالتالي لو هذا الحيوان صايم، معنى كده ايه؟ ان هو هيبتدي يستهلك الجلايكوجين المتخزن ده عشان ايه؟ عشان يتكسر ويديك جلوكوز يستخدمه ايه هذا الحيوان كايه؟ كمصدر للطاقه. فاذا لو كان صايم كميه الجلايكوجين هتبقى قليله، لكن لو ما كانش صايم نان فاستنج اكيد الكميه هتبقى ايه؟ هتبقى اكتر من حاله لو كان ايه؟ لو كان صايم. اتفقنا يا شباب؟ كده يبقى خلصنا. ثانك يو، اشوفكم على خير ان شاء الله.